لا ماشين اللي هي الآلة أوتوماتيك. أو بيان تكنيك دو تريتمون دو لانفورماسيون. هذه الدورة تتميز بفتح حوالي 5454 منصب بيداغوجي، منها 3880 على مستوى المؤسسات العمومية و1550 على مستوى المؤسسات الخاصة. عدد المسجلين إلى غاية يوم الخميس 22 فيفري 2024 هو 2803، منهم 645 إناث. فيما يخص الاختصاصات الجديدة التي ستفتح في هذه الدورة، عون صيانة السكك الحديدية بمركز التكوين المهني والتمهين اليشير. السبب اللي خلانا نجي للمعهد هو من أجل من أجل اكتساب الخبرة، لأن أعتقد أن المعهد أول حاجة نقرأ يومين في الأسبوع وثلاثة أيام ندير فيهم سطاج في أي مؤسسة جزائرية، أول حاجة من أجل اكتساب الخبرة.